من الام تي في برحب فيكم بحلقه سكور لليله اللي رح نحكي فيها عن حدث كان عم بيصير بلبنان من فتره له علاقه بعالم كره القدم مع تانيا اسيس. بونسوار تانيا. وايضا مع جورج. نحن بدنا نحكي عن احداث رياضيه عديده ومهمه كانت عم بتصير بعالم اراليات. اول انتصار لهيونداي ببطوله العالم، وعندنا موتو جي بي، فالنتينو روسي عم بيربح الاسبان على ارضهم بجراند بري خيريز امام تقريبا 160 الف شخص، ما بعرف اذا كان فيه، وعندنا احداث رياضيه اخرى مميزه بعالم كره القدم، وايضا عندنا ماراثون الجبل رح نشوفه بثاني قسم، ورافائيل نادال ثاني دوره بيربحها على توالي على التيرباتشو. صحيح. اما تانيا فاذا رح نبلش نحن وياك. نحن بنعرف انه وان لبنان عاده بتشتغلوا بعالم الموسيقى. صح. ليه حبيتوا هالمره تفوتوا الرياضه بعالم الموسيقى؟ لانه بحس انه الرياضه والموسيقى اثنيناتهم هن بيقدروا ينشروا رسائل، ورسائل وحده وعيش مشترك ووحده لبنانيه وطنيه اذا بدك، انه بنعرف قد ايه في مشاكل بالرياضه، كومبيتيشن قصدي مش مشاكل. لا في مشاكل. وفي مشاكل اكيد. فحبينا نعطي صوره مختلفه. هلا ديجا نحن بالكونسيرات شارك معنا كثير من الرياضيين، كان في فادي الخطيب، الي رستم، سيلفيو شيحه، يعني فوتنا اوريدي سبور على عالم الموسيقى. هالمره انا اكيد كوني بغني ومني كثير بعيده عن دومين سبور، حبيت انه نعمل شيء هيك مهضوم بس يكون نفس الوقت عم بيودي المساج. الفكره كان انه عندنا فريق لبناني مكون من مشاهير لبنانيه، رياضيين وغير رياضيين، عم بيلعبوا ضد فريق اجنبي انترناشونال مكون من سفراء. المساج الرساله من وراها كانت انه السفراء عم بيتحدوا اللبنانيه انه يكونوا موحدين تيربحوا الجيم، وهيك صار. ربح الفريق اللبناني 5-4 بوجود كثير من المشاهير. بحب اشكرهم كمان لوجودهم لانه هن منهم كمان بعالم الرياضه، بس فينا نسمي بيناتهم اكيد وليد دمياطي اللي بنعرفه، بس كمان كان في معنا مارك حاتم يلي نعرف ب ذا فويس فرنسا، كان في ميشيل فاضل عازف الموسيقى، وكان في توني ابو جوده، وحتى كان عندنا وجود نزار فرانسيس اللي هو شاعر وابدا شاعر نزار، بس بعيد كثير عن هذا الدومين، وحتى رئيس تجمع رجال الاعمال دكتور فؤاد زمكحول كمان كان موجود. كان موجود، فكان جيم كثير. وكان في الهولنديه كانوا موجودين. هلا ايه كان في هالسنه، كان الماتش شوي، نحن هي ثالث سنه بنعمله، هالسنه بمشاركه يعني بالتعاون مع السفاره الهولنديه كان عندنا وجود شخصين كثير مهمين بعالم الفوتبول، جيلان يلي هي لاعبه يعني اكيد مره انه نسائيه، بس كان لازم بطلة. كون ضيفتنا بس ما قدرنا. نعم. دمج. بس بعرف انه اجى معكم ارن وينتر، ايه كان بدع على الكورت، واصلا خبره كبيره ايه فوتبول يعني، بس لذيذ كان لانه بتعرف كثير مودست كان وكثير قريب، يعني هذا جيم كثير نون بروفيشنال، لعب مثلهم يعني عرفت، فات بالجو، وحلو انه فات اول هاف تايم مع الفريق وان لبنان وثاني هاف تايم مع السفرة. فريق السفرة. وكانت النتيجه حلو. حلو. كانت النتيجه كثير. هلا بدنا نشوف بعد شوي نحن وياك صور عن هذه المباراه، واذا رح بتوسعوا بوان لبنان لرياضات اخرى او رح تعملوا نسخه ثانيه امنيا هيك تكون اوضح، شو بيكون فيها شيء سياسيين او لا؟ نحن بكل اذا بدك كل نشاطاتنا ما بنشتغل يعني ما بندخل سياسيه ابدا، لانه هي اذا بدك مساج وان لبنان هو انه نعطي الكلام للاشخاص اللي قلنا هن رول مودلز. اليوم عندك اكيد سياسي هن رول مودلز بس لاشخاص معينه، كل واحد بيلحق اكيد التيار واقتناعاته، بس اليوم عندك شباب هن مشاهير بيقدروا يكونوا صوره حلوه للشباب تيعلمون انه نحن اوكي عندنا كومبيتيشن وايجو بين بعضنا، بس فينا نكون موحدين. هذا الهدف تبع وان لبنان، وبفتكر قدرنا ننجح. صرنا ثلاث سنين يعني نحن جمعيتنا منا قديمه كثير، بس انجزنا كثير بثلاث سنين لسببين. اول شيء لانه بعدنا كثير عن السياسيه، ما خلينا حدا يفوت يعني على الخط مثل ما بيقولوا، وثاني شيء من وراء دعم الاعلام. يعني اليوم وان لبنان بتشوفه على كل شاشه التلفزيون، واكيد هون بحب حي واشكر كثير جهاد المر والام تي في وميشيل مر لكل يعني دعمهم لوان لبنان، ويلي خلونا نكون متواجدين وين ما كان مع الكل للكل. هيدا شعارنا، صوت واحد رساله واحده لبنان واحد. هيدا حلم كثير من الشباب بعمري واصغر واكبر، منه حقيقه هلا بس عم نطمح نوصل له، وبفتكر انه بلشنا يعني
نحن على الخط الصحيح ان شاء الله تقدروا توصلوا لهذه النقطه. فاذا جورج نحن وياك بدنا نبلش مع الانجازين التاريخيين اذا فينا نقول. اول شيء هايدن بادن اول نيوزيلندي واول مره هيونداي ايضا يمكن اذا مش غلطان. صحيح. الاي 10 عم بت هلا الشباب طبعا الاي 10 بدهم يكسروا الدنيا هلا بدهم يكسروا الدنيا. ربحوا اول مرحله يلي كانت عم بتصير بالارجنتين. الارجنتين سباق مميز صعب بيشبه شوي نيوزيلندا وبيشبه شوي المكسيك يعني تراب على وحل. صحيح. على يعني وايلد وان. صحيح سباق صعب جدا وبده الواحد يكون عنده مقدره كبيره بالقياده بالخير. من اول مرحله من اول سوبر سبيسيال صارت اللي كانت الشيك داون فرجينا هايدن بادن على الهيونداي انه راح يكون سيء سريع بهالسباق وفعلا اكد هالشيء بالايام خميس جمعه سبت واحد. على كل حال هنتابع سوا صور الجوله الرابعه لبطوله العالم ريل الارجنتين. إذن سواقة جنونية كانت على الطرقات الأرجنتينية فعلا مع ثنائي فولكسفاجن ياري ماتي رادفالا سيباستيان أوجي وهايدن بادن. هالثلاثة كانوا عم بيصارعوا من بداية السباق على المركز الأول ورح نشوف بعد لحظات حادث استعراضي كبير لياري ماتي رادفالا الفنلندي اللي كان بوقت من الأوقات عم بيتصدر السباق أمام هايدن بادن وأمام سيباستيان أوجي أيضا لكن أكيد خطأ بالقيادة خليه خارج المنافسة من دون أي نقطة بهالسباق. هايدن بادن كان فعلا مفاجأة هالسباق هيدا قدر يفوز بالمركز الأول أمام سيباستيان أوجي. لاحظوا هون هالحادث السوبر استعراضي لا ياري ماتي رادفالا على الفولكس فاجن بولو ار اكيد بطله العالم واحده من افضل السيارات اليوم بالدبليو ار سي. نرجع نشوف هون من داخل السياره كاميرا اون بورد لكن اكيد السايق والكوبايلوت خرجوا من دون اي مشكل. فعلا انجاز كبير للسايق النيوزيلندي اول سايق نيوزيلندي بالتاريخ مثل ما ذكرت نجيب هو بفوز بمرحله بطوله العالم بالدبليو ار سي. بس على كل حال هو عم يعمل نتائج حلوه يعني بالفتره عم بيكون جيد جدا بالفتره الاخيره بيكون عاطل عم بيحقق نتائج ثانيه ثالث عم بيكون كونسيستنت ايضا ببطوله العالم. هلا ايضا بدنا نتابع نحن وياك دغري على السريع مع بطوله العالم للموتو جي بي صراع عنيف جدا وعوده الدكتور فالنتينو روسي اللي الهيئه ما هضم كيف خسر لقب بطوله العالم السنه الماضيه باخر سباقين وباخر نعم. سباق يمكن صارت المعركه كلها سوا. اليوم اجى تحدى الاسبان على ارضهم وامام اكثر من 130 140 الف شخص مينيموم كانوا موجودين بخراز بجران بري اسبانيا ببطوله العالم للموتو جي بي. يعني يمكن ما حدا توقع مثل ما حدا توقع فوز بادن بهالجوله بالارجنتين الوحده من اصعب مراحل بطوله العالم، ما حدا توقع يفوز روسي على ارض الاسبان. اخر مره ربح بخراز بال 2009. مزبوط معلومات دقيقه، راح نتابع على كل حال المرحله الرابعه لبطوله العالم بالموتو جي بي واكيد ابرز المنافسات اللي صارت. اذا روسي كان الاسرع على الياماها وحقق فوزه الاول لهالموسم بالمرحله الرابعه على بطوله العالم على حلبه خراز. الفوز هو ايضا الاول لروسي على حلبه خراز من عام 2009 والسابع بالمجمل على حلب الاسبانيه بالفئه الكبرى وحقق الدكتور هالشيء بعد ما سيطر على السباق من البدايه حتى خط النهايه. وعاد روسي اللي كان الموسم الماضي قريب من الفوز بلقبه الثامن بالفئه الكبرى قبل ما يخسر المعركه بالسباق الختامي لمصلحه زميله الاسباني خوخي لورينزو. وبعد انتصاره اليوم عاد روسي الى المركز الاول على منصة التتويج لأول مرة بعد 10 سباقات وتحديدا من سباق بريطانيا ب 30 آب الماضي. تقدم رجع على زميله لورينزو وعلى الإسباني الآخر بطل العالم السابق مارك ماركيز على هوندا. مارك ماركيز بعده بالمركز الأول ببطولة العالم مع 82 نقطة 65 للورينزو 58 لروسي اللي رجع اقترب نوعا ما من الثنائي الإسباني. لاحظوا فرحة الدكتور روسي أكيد على دراجته الياماها بعد هالانتصار. يعني عم بيذكرنا شوي بروكي تجرب يرجع هيك باخر ايامه مثل بورغ مثل كل هالشباب الكبار سامبراس كلهم فشلوا. بدنا نشوف اذا رح يقدر ينجح الدكتور فالنتينو. تتوقع يربح بطوله العالم السنه؟ بعتقد لانه عم بقول لك ما عم بيقدر يهضم يلي كان عم بصير معه الموسم الماضي بالبطوله ومعه دراجه رودجه مثل ما هو بده يعني على كل حال صفي يشتغل عليها بشكل منيح. بدنا نرجع لك تانيا. فاذا كنا عم نحكي عن سباق وان لبنان بعد شوي رح نشوف صور نحن وياكي بس هل في خطوات اخرى رح بتقوموا فيها بعالم الرياضة وتجمعوا ما بين الرياضة والفن؟
حابين بركن نروح صوب الباسكتبول دجا. هلا حدا طرح علي شيء ثاني بس نشوف انه عم نجرب نشوف شويه نجرب قد ما فينا نعمل سبورت بيقرب الناس مع بعض. بس باسكتبول هلا بتلاقوا بلايرز بس هلا رح بتلاقوا سياسيين نجوم كبار عم بيلعبوا باسكت بمستوى احترافي. نرجع نقول نحن سياسيين لا بس بركي اكثر سفراء او دبلوماسيين او سفراء في يعني في هول كمان سياسيين يعني. لا في ايه بعرف بس انا قصدي مش سياسيين لبنانيين في بلا. والمشاهير اصلا اغلبيتهم بيلعبوا باسكت بول اكثر من فوتبول. انا استغربت بالباسكت بالفوتبول جبتوا ارون فينتر بالباسكت بتجيبوا كوبي براينت مثلا ما بعرف هلا حسب عم تعمل بريشر شوي حسب المسؤوليات صار جاهز كوبي بنشوف يعني. لا هلا الحلو انه اذا بدك الاصداء هيدا الجيم كانوا كتير حلوين المسج كان حلو وكل يلي شاركوا بيناتهم اكيد ارون وينتر وجيلان جيلان كانوا حابين يكونوا عم بيشاركوا بهالمساج. هلا المساج اكيد ظهر من لبنان لانه وصلنا على هولندا. هلا شوي شوي بنشوف شو فينا نجيب اسامي بس انه الفكره هي ما ننسى انه هي رساله موجهه اول شيء للبنانيه وحلو انه يكونوا عم بياخذوا منا هالخلاصه اذا بدك انه يلي هي انه نكون موحدين لانه اليوم اذا بدك هو انت مثل ما عم تقول انت حلم نجيب بس انه بدنا نبلش شي محل اوكي بدنا نجرب كثير اشياء. انا برايي انه الطريقه الوحيده انه نشتغل على الشباب الجيل الجديد اذا من هلا اشتغلنا على المايند سيت تبعهم انه يكونوا يتعودوا انه كان بالرياضه او بالموسيقى او غير شيء يكونوا عم بيتعاونوا مع بعضهم ويشوفوا المشاهير عم بيتعاونوا مع بعضهم. هذا اوريدي صوره كثير مهمه وبيكبروا بهالافكار وبتصور بياثر كثير بخطواتهم بعدين. على كل حال نحن بانتظار. على كل حال هلا يمكن عندي كونسير قبل انا ايه انه ما لازم ننسى انا وخليك بتركز عليه وبعدين بتركز على مباراه كره السله ايه رح بتصير ايضا جمهور ولا لا بعد ما عرفتوا وين ماتش سنتجي ما بنعرف بعد لا عم بيطرحوا غير محل كره السله لسنتجي ولا السنه كره السله ما بنعرف هلا عم يعني عم نبلش نحضر نحن يعني فوتبول صرنا 3 سنين كان كتير ناجح سو موست بروبلي رح نرجع نعيده كمان بس عم نشوف اذا بنعمل شيء باغلال ان كان باسكت او غيره فوتبول على كل حال بركي يكون غير اشخاص على الموضه اليوم غير ايه بتعرف حلو انه الجمهور حتى اللي اجى حضر يعني احنا كنا شوي ريستريكتد بال يعني كنا عازمين انه امنيا ما كان فينا نفتحها يعني للكل بس الموجودين كتير انبسطوا بالفوتبول واستغربت انه كتير ناس لحقوا الجيم على التي في لانه انبسطوا انه مش دائما ما كثير عم نلاحق الفوتبول لسوء الحظ بلبنان قد الباسكتبول على كل حال يعني بس يعني البعض اللي بحب فوتبول بحب فوتبول اللي بحب فوتبول بعرف بس انه اللي منه قريب عن سبور اجمالا بيسمع اكثر بالباسكتبول يعني بلبنان في عن الفوتبول لانه في مشاكل بقى ان شاء الله تكون بركي ستيب كمان انه ندخل اكثر كمان كترانين المشاكل هلا في مشاكل هلا عم بيهددوا انه ما تتكفى البطوله ما رح نفوتوا مواضيع ما لها عازه يعني على كل حال الحكام رافضين الحكام اللبنانيين انه يحكموا على المباريات المقبله ببطوله لبنان من وراء اللي صار في الثواني الاخيره بس لا انه بعض الشباب عم يبشروا انه يمكن ما تكفي البطوله ما بعرف ما خاصه دائما صفره حكم هي وبدنا نقول كمان مبروك لزملائنا بتلفزيون الميادين يلي ربحوا لقب بطوله لبنان بالفوتسال وهن تغلبوا على بنك اوف بيروت ومن بعد اكثر من محاوله بالسنوات الماضيه وحتى كانوا خسرانين 0-2 يعني رجعوا تقدموا عليهم وربحوا لقب البطوله فمبروك لزملائنا بتلفزيون الميادين. هلا بدنا نتابع معك فوتبول قبل ما نختم مع تانيا بالقسم الاول ونشوف نحن وياها صور مباراه وان لبنان. فاذا بالبوندسليغا ما صار في شيء. اذا بدك كمان بدنا نحكي قبل عن هذه الظاهره يلي انا تبنيتها وهلا صاروا كل العالم يحكوا فيها. برشلونه عم بيربح 8-0 و6-0 من بعد ما خسر 4 مباريات. هل برايك انت لويس سواريز هالقد صار تاثيره كبير على النادي الكتالوني ام لا؟ ضربه حظ او شغله من لويس سواريز واحد اذا مش الافضل افضل من افضل المهاجمين بالعالم هيدي ما في شك فيها يعني بس اثبت هالشيء مع ليفربول سابقا رجع توقف اكيد لفتره بعد اللي صار بالمونديال لانه بليفربول بياكلوا كثير عشاء فاضطر ياكل مره مرتين الصبي لانه لا وبالمونديال كان مش بس مع ليفربول طيب بالبرازيل العده الشهيره نعم. بالمونديال الاكليني على كل حال لويس سواريز هداف كثير كبير بكل باجره الشمال باجره اليمين براسه كيف ما كان بجيب جول وعم بثبت انه عن جد افضل مهاجم بالعالم والاهم من هيك كل زملائه بالفريق عم بيساعدوه ليطلع هداف ليقدر يتخطى كريستيانو رونالدو. شافوا السنة انه ميسي ممكن
صار بعيد عن رونالدو من ناحيه الهدافين تقدر ينافسه. سواريز اقرب واحد بالشباب الثلاثه بين ميسي نيمار والام اس ان الشهير، بقى كل زملائه ان كان نيمار ان كان ميسي كله عم بيكمل له اسيستات وكله عم بيعطي ضربات جزاء ليسددهم، ولهلا متفوق صار بثلاث اهداف 35 بعتقد 34 ب 31. رونالدو ما لعب بهالجوله، كان عنده شد عضلي بسيط بفخده، كان الريال خسران 2-0 رجع ربح 3-2. بس البارسا اكيد رايح بحال فاز بالمباريات الاربعه المتبقيه، بتصور او ثلاثه المتبقيه راح يربح مباريات هينه، ما في ابدا ولا اي مباراه ما فيك تعرف شيء يعني مع برشلونه 0-6-0 يعني شو هو قبلت اربع مباريات ورا بعضهم. فاذا بنتابع بوندسليغا المرحله 31 اكيد صراع بايرن دورتموند رايح لمايره البايرن، بس في مباراه كانت كثير مهمه على المركز الثالث ليفركوزن وشالكي، راح نتابع سوا ابرز مباريات المرحله 31. نبلش من البايرن اللي انتقل العاصمة الألمانية لمواجهة نادي هيرتا برلين، صاحب المركز الرابع لهلا بالترتيب. أرتورو فيدال بأزيفة حلوة بعد عرضية ماريو جوتزي افتتح تسجيل بالدقيقة 48 بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومن بعدها اللاعب البرازيلي دوغلاس كوستا بأزيفة بقدمه اليسرى وبشكل رائع بضيف هدف 2-0 بالدقيقة 79. دورتموند انتقل للمرسيدس بنز أرينا بشتوتغارت لمواجهة فريق المدينة في اف بي شتوتغارت، اللقاء انتهى لصالح الفريق الأصفر 3-0. كاغاوا الياباني افتتح تسجيل بالدقيقة 21، بوليسيتش اللاعب الأمريكي صاحب ال 17 سنة بس أضاف 2-0 لدورتموند بالدقيقة 45، ومخيتاريان الأرميني بالدقيقة 56 بأكد تفوق الفريق الضيف في هالمباراة 3-0، الفارق 7 نقاط بعد باقي 3 مراحل. البايرن بنسبة 99% بطل ألمانيا. أما المباراة الأبرز فكانت بين شالكي وليفركوزن بجلزن كيتشن بعد ضربة جزاء ضائعة هون لكلاسيان هانتيلر المهاجم الهولندي الدولي، افتتح من بعدها اللاعب شوبو موتينج التسجيل لشالكي بالدقيقة 14، وبضيف سريعا من بعدها لروي ساني هدف 2-0 بالدقيقة 29. الكل اعتقد هون انه شالكي رايح يربح اللقاء، لكن كامباك ممتازة لليفركوزن بظرف 6 دقائق 3 أهداف. جولين براند بقلص الفارق بالدقيقة 54 2-1، بعد دقيقتين بس كريم بالعربي بعدل الأرقام 2-2، وبعد 4 دقائق من هدف بالعربي وبعد 6 دقائق من هدف براند بسجل تشيتشاريتو المكسيكي هدف فوز لليفركوزن بالدقيقة 60، وليفركوزن بأكد مركزه الثالث بالترتيب. يعني نتيجة ممتازة كمان لفريق يوفنتوس بالدوري الإيطالي، عوض خسارته وبالتالي صار قريب جدا بيحرز اللقب أكيد بإيطاليا كما كان متوقع على كل حال. وباريس سان جيرمان بيربح كأس الكوب دو لا ليغ، يعني عم بيتسلى محليا. لوران بلان تم تأكيد أنه الخلافة يعني من بعد المباراة تقريبا في الساعة 1:30 بالليل أعلن أنه لوران بلان رح بيضل مع الفريق من بعد ما كانوا بيحكوا انه جوزيه مورينيو رح يجي على الفريق. مورينيو كان عاطي كلمته ليونايتد، حاولوا يحكوه بس قالوا لا انا عاطي كلمتي اوريدي لمان يونايتد، وبالايام المقبله بتصور رح يتم اعلان رسميا انه جوزيه مورينيو رح يكون المقبل. فريق مع انه اليونايتد مع فان خال وصلوا اليوم على نهائي الكاس، بنشوف الصور نحن وياك هلا. على كل حال فريق مانشستر يونايتد السنة عينا كتير مع فان غال، رغم أنه هالمدرب بدنا نعطيه حقه مكتشف للمواهب، يعني راشفورد اليوم نجم إنجليزي. أليكس فيرغسون عارف حاله شو عمل، يعني عارف حاله أنه في 5 سنوات فراغ فوتهم كلهم بس بحيطة. عن جد صار مطلع أكتر من لاعب المدرب فان غال، إن كان مع مانشستر إن كان سابقا مع البارسا وحتى مع البايرن بحقباته الثلاثة، مدرب ممتاز بيعرف يكتشف مواهب. وبكره شوف هالنجوم اللي طلعها اليوم بمان يونايتد راح تكون لها شأن كبير بالمستقبل. خلينا فإذا نتابع نحن وياك جورج مباريات الدورة نصف النهائي من كأس إنجلترا، أعرق وأقدم مسابقة كرة قدم في العالم. رح نتابع مباراة المان يونايتد اللي كنا ناطرينها أكيد بالدور النصف النهائي مع فريق إيفرتون بستاد ويمبلي المتجدد بالسنوات الأخيرة بلندن. الاف اي كاب مثل ما قلنا جيب اقدم مسابقه فوتبول بالعالم، افتتح التسجيل بدايه فريق مان يونايتد وفرحه فان غال كانت كثير كبيره، ضربه جزاء لفريق ايفرتون بوقت بدقيقه 57 لوكاكو هون اللاعب البلجيكي بيضيع ضربه جزاء. الكل اعتقد هون يونايتد رايح ليفوز، بيرجع ايفرتون كمان بقوه كبيره وبخطا داخل شباكه هون بسجل الواحد واحد، لكن من بعدها انتوني مارسيال المهاجم الفرنسي الدولي بيعطي التاهل لمان يونايتد للفاينل لمواجهه كريستال بالاس ب 21 ايار المقبل بيستاد ويمبلي. لاحظوا فرحه جنونيه يونايتد، صار لنا زمان ما شفناه عم يربح كاس، بتصور صارت الفرصه اليوم وقتيه تنشوف يعني المواجهه النهائيه الافضليه له بعتقد. أكيد. وانا بتمنى يرباح يونايتد هيك نرجع نشوف جماهيره اللي صار لفتره طويله ناطره اللقب ترجع هيك تنتعش شوي. تانيا انت كنت عايشه بفرنسا وعالم الرياضه بفرنسا، ونعرف انت
الكونسيرات تبع ريستو دو كور كلهم فيهم كثير كان نجوم من عالم الرياضه. من هيك جبت هذه الفكره على لبنان تتبلش تشتغل؟ انا كثير استوحيت اكيد من ريستو دو كور لي انفواري وبلشت الحفله مع يانيك نوا وشباب. صح هيك بلشت الفكره، وبالاول هلا الرياضيين اللي حكيناهم بالاول استغربوا الفكره، بس بعدين لقوا انه عن جد وجودهم منه هون اكيد موسيقيا، بس انه ينضموا لهالرساله كانت وقفه مهمه. واخذنا منهم مسجز كانوا دائما موجودين، حتى نحن بنبرم كثير على المدارس والجامعات بنعطي محاضرات، بيكونوا هن موجودين عم بيعطوا خبروا الاكسبيرينس تبعيتهم، ليه هن حابين يكونوا عم بينقلوا هالرساله، ليش هن بيامنوا باهميه انه يكونوا موحدين، وليش يعني الحلو اللقاء بين الموسيقى والرياضه بهيك اشياء. بس ما تاخذ حدا من الاتحادات، لانه اذا اخذت حدا من الاتحادات ما بعود فيه والله بلن لا اليوم ولا بكره ولا بعد 100 سنه. على كل حال خلينا نتابع نحن وياكي صور عن هذه المباراه وتعلقي لنا عليها هيك انت بوجود العدد الكبير من السفراء الاجانب في هذه المباراه. اكيد افتتحنا الجيم مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد وان لبنان من كلمات والحان مروان خوري. هون بنشوف فريق وان لبنان لابس اسود وفريق السفره لابسين ابيض. توني ابو جودي عم بحضر حاله، هيدا سفير الوريتاني يلي اخذ من برا معد توم فلتشر حب يدعم هيدا الجيم. حلو التيشيرت كنت لابستيها انا، ايه العلم اللبناني. هون بداية المباراة، المباراة اللي كانت حامية بالأهداف يعني كثير، بس زعل منا فؤاد زمكحول جورج لأنه سجل المباراتين هدفين بالمباراة. احنا ذكرنا هدف واحد، لا بدنا نعتذر منه لبطل لبنان السابق في رياضة كرة المضرب. أنا شفتها عندك لعيب لمباراة كرة المضرب كمان تشامبيون بالتنس. ما عم بقلك ايه مضرب سوري على الفرنساوي انت. فاذا المباراة استمرت بنجاح كبير، قد انتهت؟ سجل 5 لوان لبنان و4 لسفرة، بفريق وان لبنان سجل دونك دكتور فؤاد مكحول 2 جول ومارك حاتم 2 جول ووليد دمياطي هدف واحد. كان عنده وليد على كل حال لاعب باسكت بول، بس شغفه الكبير الفوتبول كان ضيفنا اكثر من مرة بيسكور كثير كان. يلا بدنا نجيبه يحكي عن موضوع الالمان، ما بيقعد يسكت انت. شو بدكم تعملوا بكره؟ والله مباريات نارية 3-4 اكيد. سيتي ريال مدريد كثير متوقع انه ريال يربح بسهوله، بس بيليغريني مدرب ممتاز، مدرب ممتاز جدا، بكون عدل عدي. المباراه الاولى اكيد على ارض فريق ريال على ارض فريق مان سيتي باستاد الاتحاد بمانشستر، والاربعاء الساعه 10 الربع عندنا لقاء اتلتيكو مدريد على ارضه راح يستقبل نادي البايرن. بعد اسبوع عندنا مباريات الرد. انت بتتابع الفوتبول او الرياضه نوعا ما؟ بحضر المونديال بس؟ ايه آه هي اكثر، وكوني يعني انا بدنا ننطرك سنتين يعني فرنسية بشجع كثير الفريق الفرنسي. هلا شجعيهم باليورو لانه فريقهم ممتاز. لازم منتخب فرنسا اكيد ان شاء الله. لا لازم هالسنة، هلا مع الاوضاع الامنية شوي في اجواء شوي متشنجة، بس ايه بس انه ان شاء الله يكون. لا بعتقد لا عندهم امل كثير كبير الفرنسيين. يعني عملنا تقرير على كل حال الاسبوع الماضي بالاخبار عن العمليات الامنية، يعني عملوا كانه صار في تفجير باحد الملاعب، فاتوا ناس واجوا البوليس وعندهم صار مكانات اليوم تروح لحالها على الريموت كنترول بتسحب هي الشنطه اذا فيها متفجره وبتروح طمي حدا يحضر. واو هيك ما شفنا تفجرها بالملعب او لا، بس قصص امور تقنيه كثير حديثه اليوم لتجنب اي عمل ارهابي خلال المباريات واكيد حوالي الملعب يعني اكيد بوجود الجماهير. في شي سبونسرز بتحب تشكريهم؟ شفنا علامة صديقنا ميشيل ابيراميا اللي كان معنا اليوم بعد الظهر بالان تي في، قريبا رح نشوفه اكيد. ليش عم بحضر حاله لمعركه قويه قريبا بعالم الرياضه؟ هو اول مره اصلا بيشارك معنا، فكانوا مبسوطين من هذا الجيم، اكيد نشكره كثير لدعمه. بشكر فرنسا بانك لتاني سنه هن عم بيدعموا هذا الجيم، سبورتس فور ايفر يلي قدموا الكاسات وكانوا سبونسرز كمان لهذا الجيم، واخيرا فيك تتكل على ايميليو بيلعب تنس كمان كثير منيح. عفوا ايميليو بارودي يعني صح ايميليو بيلعب ما قال لي لكن بحييه ومرته جاي حضر حاله لكن خلي حضر حاله. فاذا هول ابرز السبونسرز كانوا موجودين معكم؟ هول كانوا موجودين معنا، وبحب اشكر كل يلي انفت جمهور مدرسه الجمهور لانه استقبلونا، متر السخا يلي قدم كل الساوند لهيدا الايفنت، اكيد المشاهير اللي شاركوا، الفولنتيرز بتعرف نحن عندنا متطوعين رائعين بوان لبنان عم بيعطوا كل وقتهم وجهدهم، سحر دانس سكول يلي كانوا عم بيرقصوا قدموا الرقصه،
وبشكرك عم تعطيني مجال اشكر كل هالاشخاص لانه بنعرف انه اداره الام تي في مسيو ميشيل ومسيو جهاد هن بيقرروا بشكرهم كثير كل هذه المساحه خاصه انه هلا في تعاون بالكونسيل المقبل دائما نحن انا ام تي في دائما التوب معنا وبشكرهم على كل شيء عن جد يعني بشكر ميشيل على كل دعمه قبل ما نختم نحن وياك بهالقسم خلينا نتوقف لاخر مره مع الدوري الانجليزي وعالم كره القدم مع جزائري اليوم يعني يمكن اذا بدنا ننقل شوي الصوره بعالم السياسه عم نشوف كثير مهاجرين افارقه وعرب عم بيتسحوا وعم بيغزوا اوروبا اليوم ايضا بعالم كره القدم عم نشوف من بالعربي لكل الشباب حتى اليوم افضل لاعب في الدوري الانجليزي هو جزائري بس جزائري بيور يعني مش انه جزائري مثلا بالعربي بيلعب منتخب المانيا اكيد واصول افريقيه يعني كان يلعب باي نادي كان يلعب بالعربي لا هو لا عم نحكي عن الفائز اليوم خلينا اليوم اكيد كان من سنتين يلعب بالدرجه الثانيه بالدوري الفرنسي السنه الماضيه كان بليستر ليستر كان مهدد بالهبوط للدرجه الثانيه باخر مرحله زمر واليوم عم يربح والسنه عم يربح صار كثير قريب يربح لقب دوري انجليزي والاهم من هيك رياض محرز امبارح بمنتصف الليل تم تاكيده انه هو افضل لاعب ام في بي للبريمير ليج متابع سوا يعني لا شك انه نجم المنتخب الجزائري وفريق ليستر سيتي اثبت نفسه هالسنه انه احد ابرز اللاعبين بالبريمير ليج وتم تاكيد فعلا من بعد ما كان سجل هدف امبارح ليستر سيتي كان عم بيفوز على سوانسي 4-0 وكان هدف رائع في بهالمباراه امبارح لمحرز عم بياكد فيه انه فعلا هو افضل لاعب بالبريمير ليج اللاعب صاحب 23 سنه معروف باهدافه معروف بتمريراته الحاسمه وهو لولا بالحركه اذا فينا نقول بفريق ليستر سيتي الى جانب زميله جيمي فاردي اللي تفوق عليه هون بجائزه الام في بي وتفوق ايضا على مهاجم نادي فريق توتنهام هوتسبير هاري كين اشاره انه الموسم الماضي الفائز باللقب كان بلجيكي ادين هازارد نجم فريق تشيلسي ومن قبلها كان فاز لويس سواريز لما كان بفريق ليفربول بهالجائزه المرموقه اللي بتعني كثير يعني البريمير ليج اقوى بطوله باوروبا اذا بالعالم حد الليغا وبالعالم كمان من وراء المنافسه والاسماء الموجوده فيها فعلا يعني انجاز تاريخي للكره العربيه والافريقيه برايك انت هل في خوف انه هالفريق يفرط السنه المقبله او السنه اللي بعدها لانه في تشامبيونز ليج في تشامبيونز ليج اكيد تاهلوا هني على تشامبيونز ليج بغض النظر اذا حيربحوا بطوله او لا اكيد حيربحوا بطوله فريق البطوله المحليه خلص انحسمت بس اكيد كل اللاعبين حابين يضلوا بليستر تيلعبوا مع بعض تيلعبوا بطوله دوري ابطال اوروبا بيطلع لهم شي فيلا بتايلاند او لا ولا لا رئيس تايلاند كينج باور اكيد شركه معروفه هو رئيسها ورئيس نادي ليستر سيتي واكيد ما حيكون بخيل ابدا على لاعبيه بعد احراز اللقب خاصه وما بتصور رياض محرز رح يترك مثل ما يشاع اليوم انه رح يروح لبرشلونه او لاي فريق اخر او لمانشستر يونايتد حتى لا محرز رح يضل اكيد انت جاي جيمي فاردي حيضل ورح نشوف ليش لا لاعبين جداد رح ينضموا لفريق ليستر اللي صار اليوم محط انظار اللاعبين اليوم بنبشوا على فريق في نجوم وفي لانه النجوم صاروا قليل صراحه الاسماء كثيره بس عنده كانتي عنده فاردي عنده محرز في هوس بالدفاع يعني صاروا هاللاعبين ما كانوا كثير معروفين كانوا مغمورين صاروا اليوم نجوم بالتالي ليستر سيتي صار اليوم من الفرق اللي ينحسب لحساب سنت جيمس بالدوري الانجليزي وببطوله الشامبيونز ليج تانيا بالختام شو بتحب توجه كلمه هيك للرياضيين لانه اليوم عم بيحضروك الرياضيه اول شيء بدي اقول لهم انه فيهم يتابعوا كل اخبارنا وكل نشاطاتنا ان كانوا رياضيه او الموسيقيه في كثير منهم كمان بيحبوا الموسيقى اكيد فبيقدروا يروحوا على الويب سايت تبعنا www.one/lebanon.org بيشوفوا كل الصور الايفنتس اللي عملناهم والايفنتس الجايين ان شاء الله يكون عندنا حفله وان لبنان الكبيره باكتوبر يعني عم نجرب نحضر هلا ان شاء الله لاكتوبر اكيد بدي اشكر الام تي في لدعمها اكيد مسيو المر ميشيل مر لكل شيء ومثل ما قلت ايه عم نتعاون على حفله هلا ان شاء الله ب 19 تموز للي بيحبوا رح كون عم اقدم حفله كبيره ان شاء الله ما تكون تنان لانه كل عام كنا بنحضر سكور شو بيكونوا ان شاء الله ما تكون التنان بيكون ثلاثة ثلاثة فانت تكون كمان موجود اكيد عم تكون انا موجودين الكونسرت ب 19 تموز شكرا لك تانيا شكرا لجميع المشاهدين بريك وبنرجع بالقسم الثاني من سكور لليله رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور بهالقسم رح نحكي عن عدد من الماراثونات اللي كانوا عم بيصيروا بلبنان من ماراثون رشيا لماراثون الجبل بالإضافة لأخبار العلاقة بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لروسيا وقطر ولا منشوف شو ردود الفعل حول هذا الموضوع وأيضا مع جورج بدنا نحكي عن دورة التنس الخاصة ببرشلونة
واللي تعتبر واحده من الدورات التحضيريه لرولان جاروس. ولكن بدايه ترحيب ضيوف بالقسم الثاني شادي دهام. مساء الخير شادي. حضرتك من مؤسسي والمشرفين على سباق الماراثون او نص الماراثون اللي كان عم بصير بمنطقه رشيا. نحن بدنا نحكي بالتفاصيل حول هذا الموضوع. وماريا مملوك بونسوار. حضرتك من جمعيه سان جود او جمعيه المتخصصه بسرطان الاطفال عند بسرطان عند الاطفال. 100% يعني نحن بيسكلي مركز سرطان الاطفال في لبنان. بدنا نحكي نحن وياكم حول العلاقه ما بين الاثنين وجورج. فاذا بدنا نحكي عن رافائيل نادال، هل فينا نعتبر نادال صار المرشح الاقوى للفوز برولان جاروس من بعد فوزه بدورتين لهلا هن برشلونه ودوره مونتي كارلو الاسبوع الماضي؟ هلا بالدورتين هرب من نوفاك جوكوفيتش. جوكوفيتش خرج بوقت باكر من مونتي كارلو وما شارك ببرشلونه، بس بدنا نشوفه بعد يعني بمواجهه فيدرر بمواجهه جوكوفيتش كيف رح يكون وضعه. بعد في دوره روما بتصور قبل دوره بعد عنا بعد عنا تقريبا لاخر ايار تتبلش تقريبا عنا شهر بعد. بس عم باكد بهالدورتين رافائيل نادال انه عاد الى مستواه المعهود، خاصه على الارض المفضله عنده واللي يعتبر ملك عليها. اذا بتشوف 9 مرات بطل ببرشلونه، 9 مرات بطل بمونتي كارلو وبرولان جاروس ايضا، يعني ارقام خرافيه لنجم الاسباني. شادي فاذا خبرنا بدايه عن هذا السباق، متى أسستوا، بأي مناطق بيقطع، وبطبع رح نشوف صور نحن وياك، وأيضا عدد المشاركين وبأي فئات. نحن أنا رئيس جمعية رشيا ماراثون اللي تأسست بالعام 2010 برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة آنذاك اسمه الدكتور علي عبد الله. وكان الهدف الأول من الجمعية إقامة نشاطات شبابية بمختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والأدبية. اخر 3 سنوات اخذنا تخصص بالسباق اللي بينظم بقرشية الوادي. السنه كان عندنا الهالف ماراثون اللي هو لاول مره بيتنظم ال 21 كيلومتر بقضاء رشيا. كل سنه كان السباق له عنوان. اول سنه كان خطوه عن خطوه بتفرق ادعس على الحشيش وامشي، ثاني سنه كل العائله تركض سوا تزور رشيا تشم الهواء، ثالث سنه بالعلم رح نركض للعلم، رابع سنه كلنا حدك ومعك وب 22 رح نركض لك. السنة كان الموضوع بعد زيارة مركز سرطان الأطفال والاتفاق معهم كان القرار بجمعية رشيا ماراثون أنه يكون الريع كامل لمركز سرطان الأطفال عبر التسجيل مباشر على رقم حساب خاص فيهم. نحن ما أخذنا قيمة الاشتراك شخصيا نحن أبدا، هذه يمكن لأول مرة بتصور بتصير والمصروف اللي كان عليكم مين دفعه؟ سبونسرات كانوا يأمنوا لنا تكاليف الحملات الإعلامية والإعلانية والمي والعصير ومتطلبات الماراثون. الماراثون صار برشيا الوادي السنة كان برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة وزير الصحة. وزير الشباب والرياضة اعتذر نتيجة سفر خارج البلد. وزير الصحة كان موجود معنا، كان ممثل لقائد الجيش لقوى الأمن الداخلي بلديات، وكان حضور للعميد شامل روكوز مع إعلاميين من كل تلفزيونات لبنان اللي نحن أطلقنا فعاليات الماراثون ب 18 آب 2015. وكرمنا إعلاميين من كل تلفزيونات لبنان، فجزء من الإعلاميين كان معنا امبارح وركضوا مع الناس ومشوا مع الناس، وكانوا مركز سرطان الأطفال كمان عم يمشوا مع الناس ويقضوا مع الناس، وكانت كل العالم عم تركض لأكثر من هدف. أولا في ناس بتحب الرياضة، في ناس بيجي تتعرف على رشيا، وجزء كبير كمان من اللي كانوا موجودين كان عندهم هذا الحس الإنساني لدعم أطفال مركز سرطان الأطفال. فإذا النتيجة كانت ممتازة إذا فينا نقول، بدنا نعرف النتيجة بشكل أوضح ماديا إذا فينا نقول ومعنويا. معك ماريا، كيف بتشوفي هذه العلاقة وهذه الشراكة مع ماراثون رشيا أو نص ماراثون رشيا؟ نحن أول مرة بنشترك مع مستر شادي بهيك نشاط، كان كتير حلو، ودجا هو خبركم عن كل التفاصيل تبع هذا النشاط. هلا بعد ما عندنا تفاصيل آخر شيء عن الأسام اللي بدها تطلع من هذا الشيء، بس اليوم كل تقريبا كان كل واحد بيشترك بده يدفع 5000 ليره، وكان في حوالي 300 400 عداء. ماشي الحال 5000 غيركم 5000 ضارب ثقيل كثير. 100% كمان ما تنسى المجتمع اللي موجود برشيا ما هم معودين على الاماونت اللي بتندفع بقلب بيروت او غير ماراثونات. وشادي ارتقى انه هذا المبلغ هو المبلغ المحدد اللي لازم يكون ليقدر يجي الناس ويشاركوا بهذا الشيء. نحن اكيد ما عندنا مشكل، نحن بنحتاج لحيلا اماونت الناس فيها تدفعه، ان كان 5000 او 1000 او 10000، حيلا قيمه
تطلع من هالعالم نحن ممنونين ومشكورين لكل هالعالم. أكيد نحن كمان ممنونين ومشكورين لشادي لأنه عرفنا على هالمنطقة، ونحن بحاجة نكون بهيك مناطق لنخلي الناس تعرف عن مركز سرطان الأطفال في لبنان وشو الغاية من هيدي الزيارة. كمان في كتير ناس ما بتعرف نحن موجودين، لا بيعرفوا نحن منعالج ولاد ببلاش، يعني الأهل ما بيدفعوا مصاري، لا بيعرفوا تكاليف العلاج اللي هي $50,000 على كل ولد، واليوم عندنا $15 مليون بادجت بدنا نجيبه لكل ولد. هيدا قصص يعني لكل الاولاد اللي عم يتعالجوا. طبعا 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 هيدا النشاط كان كتير حلو، ونحن نتمنى انه نكون موجودين بكذا مناطق بقلب بيروت، مثل الماراثون برشيا، مثل ما يكون في ماراثون بحالة منطقه برات بيروت. على كل حال الحضور كان كثيف، عم شوف فئات عمريه ايضا كنتوا عم بيشاركوا معك شادي بالسباق. كان عندنا نحن سباق 3 كيلومتر للاعمار 13 سنه وما دون، ال 14 سنه وما فوق كان عندهم، يعني ال 14 لل 17 كان عندهم ال 5 كيلومتر، الاعمار 19 ولل يعني لل 80 سنه عندهم ال 10 كيلومتر، وعندنا ال 21 كيلومتر اللي شارك فيه عدائين لبنانيين. كان في عندنا عدائين من خارج لبنان، 6 عدائين من خارج لبنان، هاي اول مره بتصير برشيا. والشيء الحلو انه ال 21 كيلومتر كانوا باربع قرى وتعرفوا على رشيا، ومن الصور مبينه نقاء الصور، نقاء البيئه، نقاء روعة والهواء النقي، واهالي بيروت اللي طلعوا واللي من الجنوب اللي كثير يعني تفاجئوا برشيا. في منهم يعني انا اقول لك بصراحه كانوا مترددين انه وين رشيا وي بعيده ويا الله وما بدنا نتعب وما الى هون. بس العدائين اللي طلعوا على رشيا رجعوا بصوره مختلفة. في ناس حتى اعلاميين كانوا اول مره بيطلعوا على رشيا، فكان كثير حلو يوم تعرفوا فيه على اربع قرى زياده عن رشيا. وكان الفرفان اللي انطلق فيه وزير الصحه والاعلاميين ومركز سرطان الاطفال والناس اللي بتحب المشي، وكان في زفات وفرق كشفيه ودبكي وعيصة على طول. كثير ناجح، كثير ناجح جورج. هلا بدنا نتابع نحن وياك، وقبل ما نرجع لاصدقائنا ماريا وشادي، بدنا نتابع مع زياره مهمه جدا. هل هذه الزياره، زياره رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لروسيا وقطر، هي لتاكيد المؤكد انه المونديال ما راح يروح لا من ايد قطر ولا من ايد روسيا؟ يعني على ايام سيب بلاتر ما كنا فاهمين شيء. مش صحيح، هلا اجى ليأكد انه لا، المونديال باقي، لان طلع كثير اخبار انه روسيا مهدده تفقد المونديال من بعد اقاله بلاتر. وايضا قطر 2022 كان في كثير حكي انه عم يصير حكي على بعد شوي عن العمال، وانت عم كمان عن العمال رح نتابع الريبورت بعد لحظات. بس الاكيد انه لا، المونديال 2018 بروسيا و2022 بقطر، اكدوا انفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للفوتبول. رح نتابع كل حال التقرير لزياره انفانتينو الى الدوحه، وأكيد المنشآت، وأهم شيء وضع العمال اللي عم بيقوموا ببناء المنشآت هيدي. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو خلال زيارته للدوحة بأن الهيكل الدولي بيوثق بقدرات دولة قطر على إقامة مونديال مثالي بعام 2022. وتحدث إنفانتينو عن جولته بالمنشآت الرياضية، وقال أنه خلال اليومين اللي تواجد فيهم بدولة قطر تمكن شخصيا من أنه يشوف اللي تم إنجازه من قبل المسؤولين واللجنة المنظمة لهالمشروع الكبير. وأضاف رئيس الفيفا أنه اللجنة المنظمة عم تقدم مثال تشجيعي وعم ترد على كل الأسئلة والإشاعات اللي سمعناها أخيرا، وخاصة من منظمة العفو الدولية، وشهدنا طرق التعامل مع العمال وكل شيء عم يتحسن. وأعلن إنفانتينو عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة ظروف العمال بالملاعب القطرية اللي بتستضيف كأس العالم 2022، وأعرب عن ثقته أنه كل الأمور على الطريق الصحيح بعد سلسلة من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال أعمال بناء المنشآت. وأوضح أنه الفيفا رح يقود هاللجنة اللي بتضم أعضاء من المجتمع المدني. إذن النتيجة مثل ما عم نشوف هي تأكيد المؤكد، وأنه هالمونديال رح بيضل بهالمكان بالذات. أنا ممكن عم شوف ريبورتاج بنفس الوقت لبعض الصحف الاقتصادية بلندن وبالولايات المتحدة الأمريكية، عم بيقول أنه الوضع منه كتير منيح بقطر، هيك بيضلوا يهددوا على قطر من باب العمالة. لأنه طب أنه ما صار لمية سنة الخبرية، ليه هلأ؟ هلا من وراء اكثر شيء، من وراء وضع العمال، لان دائما لانه ورا الشوب الموجود الحراره العاليه كثير بقطر، عمال شفنا يمكن عم بيصير حالات مش عم تنعلن قدام الراي العام، اكيد اختناق او من وراء الشوب عم صحتهم عم تدهور كثير لهالعمال هولي. بس هلا في لجنه صارت عم تراقب وضعهم، وضعتها الفيفا، وبتعمل ريبورت كل فتره
لرئيس الاتحاد الدولي للفوتبول. مشان هيك هون انفانتينو ارتاح حول هالموضوع هيدا، لانه منظمات عديده دوليه لحقوق الانسان حاولت تقوم بهجوم على قطر تسحب منها المونديال. هلا بوجود هاللجنه هيدي لمراقبه العمال بتصور الامور انحلت وصارت واضحه بشكل افضل. انتم بهذا المركز، مركز سان جود، كان في عندكم شيء تعاون من قبل مع منظمات رياضيه وشبابيه مختلفه؟ نحن قبل بمره عملنا 2 ايفنتس هن بيتعلقوا لنقدر نعمل منهم تجمع تبرعات، سوري، كانوا عن الباسكتبول. كمان في كتير ناس خيرين مثل شادي اجوا عملوا لنا نشاطات كمان باسكتبول ورياضيين. احنا كتير بهمنا نكون موجودين بهذا السيكتور، لانه بهمنا يكون الشباب عم يساعدونا كمان ويكونوا مهتمين بهيدي الكوز، ونقدر يعني نوعي ناس على موضوع السرطان. نحن بحال مناسبة رياضية بنتمنى نكون فيها معنا مشكل، نكون موجودين ونساهم بهذا النشاط. شادي، مثل ما عم بسمع منك كان عندكم ايضا بهالجمعيه الجمعيه اللي مؤسسينها بمنطقه رشيا نشاطات غير الماراثون، نشاطات رياضيه مختلفه اخرى؟ ايه، يعني نحن كان عندنا مختلف النشاطات، يعني كان عندنا جزء منها تكريم، كرمنا شخصيات على مستوى لبنان، كرمنا الفنان الراحل ولي الصافي قبل ما توفى. مش بعد ما مات مثل غيرنا. ايوه، كرمنا دريد لحام، جورج قرداحي، شرب الخليل، مجموعه من الشخصيات. عملنا مثل مهرجان الشباب المدرسي مواهب وقدرات لنكتشف مواهب الطلاب بالمدارس، بالغناء، بالعزف، بالزجل، بالشعر، بالتقديم، بالتقليد، بالفولكلور. أسسنا فرق رقص فولكلوري. إضافة كمان كنا مساهمين مع فوج المغاوير، وقت اللي كان العميد روكوس قائد فوج المغاوير ساعدناهم بسباق الإغارة على جبل الشيخ لأول مرة كانت بتصير، مع أنه يعني بالسياحة الشتوية على رشايا إضافة للسياحة الصيفية. عندكم جبل الرب 100% تجلي سيد المسيح، والمتزلجين اللي زاروا جبل الشيخ بسباق الإغارة اعتبروا أنه من أهم مراكز التزلج، أهم منحدرات التزلج بالعالم منحدرات جبل الشيخ اللي مطلة على لبنان. فهذا الموضوع بس للأسف يعني كمان هذا بده تلفريك، بده بنية تحتية، كبيرة لهذا الموضوع، بس بتصير يعني رشيا أكيد سياحيا بشكل كبير على مستوى إضافة أنه بتميز رشيا، يعني قلعة تاريخية، وسوق رشيا الأثري أطول سوق أثري بلبنان، سوق رشيا ومن أقدم الأسواق. أقدم الأسواق هو طرابلس بعتقد، إيه، بس رشيا أطول. يلا، على كل حال نحن نتمنى أنه نضلنا هيك عم نوكبكم بكل هذه النشاطات الثقافية والاجتماعية يلي بتخدم لهدف إنساني. كثير بينحكى أنه الرياضة بخدمة أو الأهداف الإنسانية بخدمة الرياضة، هل عم تترجم بشكل جدي وفعلي بلبنان؟ حسب أي يعني نحن ما فينا نعلق على هالموضوع، لأنه نحن كل الناس اللي إجت بهدف الرياضة لعنا ليساعدوا المركز كانت يعني مساعدة خيرة منه أكيد. ما عندنا مشكل نحن ولا ناحية من هدول الأخبار كلياتهم. نحن قبل بمرة في رياضة عملنا ماتش كتير كبير وجمع كتير ناس وكلهم أجوا لأجل قضية مركز سرطان الأطفال. فحيالة شخص برجع بعيد بحب يعمل نشاط معين للمركز بيقدر يدعينا عليه ونحن بنكون موجودين فيه، ما في مشكل. جورج، خلينا نتابع نحن هيك أيضا ماراثون آخر كان عم بصير بمنطقة الجبل، ماراثون الأسبوع المقبل بنحكي عنه بتفاصيل أخرى، ولكن خلينا نشوف شو صار. كان على ضيفنا الأسبوع الماضي أكيد حكينا وقتها عن تنظيم وعدد المشاركين المتوقع وكل الأمور. الماراثون عم ينجح سنة عن سنة، رح نتابع سوا المنافسات. كان تقرير الزميل عماد قطع بنشرة الأخبار. انطلق ماراثون الجبل من بلدة دير القمر وصولا لبلدة بعقلين ضمن مسافة 10 كيلومتر مرورا بكرة معاصر بيت الدين وبيت الدين. الماراثون جمع بساحة دير القمر معظم أهالي الجبل ولبنان، وتخللوا برامج وفرق موسيقية عدة وعروض بهلوانية تمتع فيها المشاركين قبل انطلاقة السباق يلي ضم كافة الفئات العمرية، وبمشاركة طلاب وأطفال المركز الوطني للتنمية والتأهيل يلي بيعانوا من صعوبات ذهنية وجسدية. هذا الحدث يلي له 6 سنين عم يتنظم بالجبل، عم بيصير من أكبر النشاطات من لبنان، عم بيجوا يشاركوا فيه كل الشباب وكل الصبايا وكل الفئات العمرية من كل لبنان، بيجوا على يركضوا بطبيعة جبل لبنان. الأهمية تبعنا أنه قدرنا نجمع مثل ما شايف
لحدود 10,000 شخص على الانطلاق من دار القمر، وهذا بالنسبة لنا كتير مهم. وبنهاية الماراثون أقيم احتفال عند نقطة الوصول ببعقلين، حيث وزعت الجوائز والميداليات على الفائزين. سؤال لعتلتتكم، لماذا اليوم صارت قصص الماراثون والسباقات على الموضة؟ يعني اليوم هيك بحس ده قلت لي أنتوا عندكم 1005، شفنا بالجبل عدد أكبر. يعني أنا قلت لك 1005 تقريبا اللي مسجلين رسميا، كان في حضور أكبر، يعني كان شاركوا بالمشي بالفورفان كتار ناس اللي إجوا على رشيا بدون تسجيل، يعني في أعداد كبيرة إجت بدون تسجيل. أنا عم بحكي على المسجلين رسميا بين الأولاد الصغار للكبار يعني. بس الشيء اللي أنا بدي أحكي فيه كمان، رشيا ما فيها الكثافة السكانية الكبيرة أولا، اثنين رشيا بعيدة، يعني ابن طرابلس اللي شارك بعد رشيا بده 3 ساعات أو 4 ساعات، ابن الجنوب نفس الخبرية، وثلاثة إنه يعني نحن كمان مش عم نحاول نعمل بجهدنا وبقدراتنا المتواضعة لجذب الناس على رشيا بهيك سباق أو بهيك نصف ماراثون. بس بالتالي كمان هذا الموضوع متطلب من البلديات، من اتحاد البلديات للحملة الإعلامية، كمان مطلوبة من الوسائل الإعلامية كمان والدولة من وزارات المختصة كمان تضيق على هيدي المناطق البعيدة. يعني السنة الماضية كمان صار بالقاع مثلا نصف ماراثون او ماراثون يمكن ما طلع على تلفزيونات، عم بيصير بالجنوب بالشمال وما الى هنالك، المناطق البعيده عم بيصير شوي اذا بدك اهمال اذا بدنا نسميها يمكن او ما في تواصل جيد جورج بنفس الشيء بنسالك ايه. يعني سقفة الركض اليوم زادت، بس لأنه شغلة هينة، يعني ما أنا بحاجة لا لعرضات أو ملعب أو شيء، مين ما كان بس ينظم سبق، وأكيد بالتعاون مع البلديات المختصة وأكيد الشرطة والجيش والاتحاد اللبناني كمان، وأكيد الاتحاد اللبناني، عم تصير قصة سهلة جدا، مين ما كان بأيد اسمه بينزل بيركض، بقى أكيد سهلة جدا العملية، مش هناك عم نشوفها كتير منتشرة. وماريا انتوا هيك عم تتحمسوا تعملوا شيء ايضا بهذا الاطار؟ بيسكلي الهدف المضبوط تبع الماراثون بامريكا وبيوروب نعملوا هدول المسابقات كرمال تا واحد ينزل صح يركض، بس بده ينقي جمعيه ويركض كرمالها ويجمع مصاري لهالجمعيه. بعدنا بلبنان ما كثير بنعرف هيدي المنتاليتي، بيعتبروا اذا دفعوا ريجستريشن فيز انه هيدي هي، لا، اليوم الشخص اللي عم يركض لازم يركض يعرف. على كل اكيد كل ماي اللي بيركضوا يجمع عليه مبلغ معين ليقدر يساعد هالجمعيه اللي هو حاب يركض كرمالها ويجمع مصاري للجمعية. هذا الهدف المضبوط من وراء هدول الماراثونز. بس الناس بعد ما بتعرف كل هدول الديتيلز، يعني نحن اليوم لما الناس بتركض باسمنا بماراثون معين ما بدي سمي، بنفسر لهم انه اليوم الهدف كمان انه انتم تجمعوا مصاري وتخلوا انتوراجكم يعني عائلتكم اصحابكم العالم اللي حواليكم يعطوكم مصاري ليتفشوكم تقدروا تساعدوا الجمعية اكثر. هلا بدنا نتابع معك جورج ونحكي بامور العلاقة بسوق الانتقالات المقبل. حكينا من شوي انه مورينيو راح ينتقل للمانشستر يونايتد، كان في حديث انه جاي على البي اس جي، وشفنا القطري كيف دغري اكدوا انه لوران بلان راح بيضل. بسوق انتقالات كره القدم العلاقه باللاعبين، في حديث الاسبوع الماضي عن نيمار وانه يبدو انه حاطط ضغط كثير كبير على اداره برشلونه، هل هذا الكلام صحيح؟ اكيد صحيح، والبارسا بلشوا ينبشوا على بديل لنيمار. الاسم المطروح اكثر شيء هو باولو ديبالا، اللاعب الارجنتيني المعروف جدا بفريق يوفنتوس، لاعب صغير بالعمر سريع، وميسي حكى عنه كثير انه راح يكون نجم كبير بالمستقبل مع منتخب الارجنتين، واكيد بيتمنى ميسي يضم لاعب ارجنتيني الى جانبه بفريق البارسا ليتابع مسيرته، هو اكيد عم توصل لسنوات الاخيره. هناك ماركو رويس ايضا لاعب فريق دورتموند مطروح، واسماء كمان مثل ريناتو اللاعب البرتغالي ممتاز ببنفيكا اللي يبدو قريب من ريال مدريد اكثر. بقى القرار لانه نيمار عم يطالب بثلاث مرات اضعف راتبه اللي عم ياخده هلا، وهذا الطلب قادر نادي مانشستر يونايتد يلبي له، مانشستر سيتي كمان مع غوارديولا اللي هو من اكبر المعجبين بنيمار، وايضا انديه اخرى مثل ريال مدريد ممكن تفوت على الخط. يعني ريال فلورنتينو بيريز ما راح يضيع ابدا اللحظه انه يقدر يجيب لاعب من فريق برشلونه على لويس فيجو، يعني مثل ما قصه لويس فيجو بقى راح تكون المنافسه حاميه على نيمار، لانه البارسا كمان يضل بالقوانين اللي بتسمح للعب نظيف راتب نيمار ما لازم يكون اعلى من اللي عم ياخده هلا.
فبالتالي اذا طالب تقريبا قد ايه بال 20 مليون هو يعني يقال انه عم ياخذ بالاسبوع حوالي 100,000 يورو او اكثر، بس بفريق مانشستر يونايتد عارضين عليه 300,000 يورو كراتب واكثر حتى اذا بحال قبل انه يكون معهم. هلا اذا بدنا نحكي شوي بهذه التفاصيل، باوروبا بعضهم عم بيشتغلوا بالمصاري، يعني 100,000 يورو من 10 سنوات كان شغله كثير كبيره، بالوقت يلي بانجلترا عم بيجوا المستثمرين الامريكان والاموال العربيه، ما بعرف اذا بضل في اموال عربيه بنفس المستوى مع تدني اسعار النفط، بس عم تجي اسعار مثل جليزرز وقت اجوا اللي بتقبض انت ماشي مقارنه مع لاعب كره القدم بامريكا. صحيح، فهيدا الامر خليهم للانجليز يسحبوا عدد كبير من اللعيبه لانه عم بيعملوا مقارنه مع اهم رياضه بالعالم هي اليو اس سبورت. اكيد عندك الامريكان فوتبول، الركبي هي رياضه الشعبيه الاولى هناك، فيها مبالغ طائله، والان بي اي بتشوف يعني ارقام اللاعبين بالان بي اي مئات الملايين. ماريا رح تروح فيها بقى اكيد اذا بدنا نرجع لاجواء الفوتبول رح تكون منافسه شرسه كثير. اكيد بارتوميو رئيس البارسا بيقول لا نيمار رح يبقى، بس المعطيات بتقول غير هيك لانه والد نيمار هو مدير اعماله، ونيمار شكله عم ينبش على الاموال اكثر من طبيعي. شو جاي يعمل البرازيل؟ ما يكون جاي يحب اللاعبين البرازيليين دائما هيك يعني بيكونوا اكيد عايشين بوضع مزري بس صار لهم فرصه انه يعملوا اموال اكثر واكثر واكثر ما رح يفوتوا الفرصه. ماريا كيف عم بتغطوا هذه المصاريف الكبيره؟ اليوم اكثر شيء بنعتمد نحن على كل التبرعات من الناس. اليوم اكيد لبنان ما بيقدر هيدا المبلغ اللي بدنا اياه، 15 مليون دولار منه مبلغ هين، صرنا عم نضطر نروح على الخليج، على الكويت، على لندن، على كثير محلات تانية، دبي، ابو ظبي، قد ما فينا نتوسع لنقدر نجمع هالمبالغ الطائله اللي مطلوبه تكون موجوده لنقدر نغطي كل تكاليف العلاج لهدول الاولاد. شادي كلمه اخيره بالنسبه لماراثون رشيدة او نص الماراثون، شو في هيك افكار للموسم المقبل؟ اكيد الماراثون يعني ستيب باي ستيب بده عم يطلع تصاعديا، واكيد كل من كل نصف ماراثون او ماراثون او سباق بتتعلم للمرحله المستقبليه اكثر. وبدي اقول شغله انه اول مره يمكن بتصير بالماراثون انه انت تسجيل على رقم حساب خاص ببنك، يعني هيدي ما صارت، انا متاكد انه انا ما صارت. في ناس مثلا انه يي ما عندنا بنك بهيدا المكان بنبعثهم، لا ما بنحولهم، انتم ترجعوا تبعثوهم. فيمكن هيدي كمان اذا بدك شوي انه بدي روح ادفع 5000 ليره او 10000 ليره بياخذوا يمكن بالبنك اكثر يمكن هذا الموضوع، بس نحن بدنا نعود هاي الناس نحن لنكون اكثر شفافيه بهذا الموضوع. صح. ونحن بس حكينا مع ماريا ومع الصبايا كنا رافضين انه نحن نقدم المبلغ من عنا، لا كان التسجيل مباشرة لليونك حتى يكون أكثر شفافية، ما يكون نحن عم نستغل مركز سرطان الأطفال لنحن نجح هذا الموضوع، لا بالتالي إلون يعني إلون كامل تستغل يعني عم بتشير لحدا تاني أو لا؟ لا ما عم بشير لحدا تاني، دائما جورج هيك بيعطينا افكار عن اشارات ما فبالتالي اكيد سنه الجايه رح يكون كذلك الامر لمؤسسه انسانيه وريعه بالكامل بهذا الموضوع. نحن بنجهدكم دائما بفتره السنه وسنه الجايه دائما، شكرا خاصه انه هدفه هدف انساني بامتياز. اذا بالختام جورج، بختام اخبارنا المصوره لان رح نرجع نحكي شوي شو رح بصير رياضه هذا الاسبوع، بدنا نحكي عن التنس، عن دوره برشلونه هي 500 نقطه يمكن ما عندها اهميه دورات اخرى من هيك، يمكن ما شفنا فيدرير عم بيلعب فيها. فيدرير اصلا سنة كثير مخفف مشاركته، صار كبير بالعمر، عم بيختارهم على الطبليه اذا بدنا نقول دورات اللي عم يشارك فيها السنه، عم بيخفف شوي شوي لانه اكيد عمره بطل يسمح له يشارك بعدد كبير من الدورات. فاذا رح نكون مع دوره برشلونه اوبن، والمصنف الاول كان رافائيل نادال. صحيح، ورح نتابع صور ايضا لدوره شتوتغارت خلال منافسات صارت هالاسبوع عند السيدات. بنشوف مين ربح البورش. روجر فيدرير بعده لاعب كبير واكيد بعده ممتاز عرض الملعب، بس بالنهايه الامر له حقه. رافائيل نادال عم يلعب مع نيشيكوري المصنفين اول وثاني، نيشيكوري هو حامل لقب البطوله باخر سنتين ويعتبر اسم كبير ببرشلونه، لكن بهالمباراه هيدي نادال كان الافضل، وبعد مباراتين طويله صحيح انتهت بمجموعتين لصفر لصالح اللاعب الاسباني، بس استمرت لاكثر من ساعتين. نادال عمره اليوم 29 سنه، شفناه حسب مجموعة أولى 6-4 و7-5 بالمجموعة الثانية ليرجع يأكد أنه هو فعلا ملك
كملاعب الترابيه، لقب تاسع له ببرشلونه، وكان فاز الاسبوع الماضي بلقب دوري مونتي كارلو للمره التاسعه. مونتي كارلو اكيد وحده من دارات الماستر سيريز، وهون السيريموني والكاس، كاس المركز الاول لرافائيل نادال اللي كلنا ناطرينه يرجع بقوه لينافس نوفاك جوكوفيتش الصربي المهيمن على بطوله التنس. عند السيدات مباراة نهائية لدورة شتوتغارت كانت ألمانية 100% بين أنجلي كيربر بطلة دورة أستراليا ومفاجأة البطولة مواطنتها لورا سيغمند الغير المصنفة. هالدورة راحت لصالح كيربر 6-4 و6-0. كيربر عمرها 28 سنة وهي تعتبر اليوم من أبرز اللاعبات، كانت فازت مذكرة بالأستراليان أوبن على حساب سيرينا ويليامز بالفاينل، وجنبت هالمرة تخسر مع سيغمند اللي كان لها ضحايا أكثر بهالدورة، منهم الرومانية سيمونا هاليب، الإيطالية روبرتا فينشي، والبولندية أنيسكا رادفانسكا، كلهم فازت عليهم اللاعبة سيغمند قبل ما تخسر هون بالفاينل مع مواطنة كيربر اللي أحرزت سيارة البورش أكيد 911 بعد ختام. يعني أحسن شيء بهالدورة هي السيارة، كانت اخذها قبل ماريا شارابوفا اليوم للاسف متورطه بفضيحه. اقول لك عم تبيعهم؟ بتصور هلا بلشت تبيع بلشت تبيع السيارات. فاذا بتبيعها بسعر اغلى اكيد لانه ماريا شارابوفا سيدة. فكنت عم بتدافع عن روجيه فيدرير، اكيد هو بيشتغل بالعمل الانساني بشكل ممتاز. اللاعب الفيسر معروف انه عنده جمعيات وبيدعم جمعيات بهذا الاطار، بس انه خلص العمر له حق، وبعالم الرياضه المحترفه غريزة القتل هي الأساس، إنه ما فيك. لا بس هو كمان أخلاقه كتير عالية. معروف عنه. حكينا يعني. عن حكينا لا بالعكس أي مين هو as a sports يعني كمان الرياضة هي. بس إنه ما في يربح يعني إذا أخلاقه حلو. على كل حال نادال فأزن ربح أقنع بانتظار المواجهة الأصعب يلي رح نشوفها بالفترة القليلة المقبلة مع جوكوفيتش بالدورات المقبلة، خاصة إنه الزحف نحو فرنسا مستمر مثل ما أنت عم بتقول. عنا هلا قريبا دورات عديدة، اثنينات في عنا اثنين من دورات الماستر سيريز قبل ما نوصل للدورة الأبرز وهي دورة رولان جاروس. أما بالختام فرح نحكي نحن وياك أيضا عن أبرز الأحداث اللي رح بتصير هالويكاند، وخاصة أيضا عنا أحداث مميزة بالتشامبيونز ليج. أكيد عم تابع مباريات الـ NBA بنفس الوقت كل يوم. نجيب وعنا سان أنطونيو وكليفلاند، وكليفلاند أول المتأهلين لدور نص النهائي بالبلاي أوفز بالمنطقتين الشرقية والغربية. أكيد كل فريق بيلعب بالمنطقة. جولدن ستيت ووريرز ربح 3-1 على هيوستن 121-94، 3-1 الفريق، وكمان متقدم فريق أو متعادل فريق بوسطن مع أتلانتا 2-2. دالاس مافريكس خسران 3-1 بمواجهته يعني الصراع محتمل يعني بعده حاضر، يعني إذا بدك تحكي بالمنطقة الغربية أوكي سي يمكن أوكي سي جولدن ستيت سان أنطونيو 3، وبالشرق كليفلاند بسهولة تم عم يربح ويتأهل تشامبيونز ليج. فأذن بكرة وبعد بكرة أكيد 13 إلى ربع عم نرجع نذكر عنا لقاء سيتي ريال مدريد بإنجلترا. الأربعة عنا أتلتيكو مدريد بايرن بإسبانيا بمدريد الساعة كمان 10. وكلمة أخيرة عن اليوفي رح يتم هيك بهالويكند، يعني بحال فاز وبايرن بحال فاز يتوج أيضا، ليستر سيتي كمان ممكن يتوج بالويكند المقبل بالدوري الإنجليزي. كلمة أخيرة ماريا، مين بتحمسه هيك؟ أي اتحادات يجوا يساعدوكم أو مين بتوجه رسالة لأي اتحادات يجوا يساعدوكم؟ كل الاتحادات، نحن بحاجة لكل المساعدات، لكل الجمعيات، لكل الاتحادات الرياضية. انت سميهم كلهم ندعيهم يساعدونا. برجع بعيد، نحن بحاجة لكل قرش من حال شخص قد ما بيقدر يعطي يعطي، ونحن ممنونين ونتشكر الكل. شكرا لك، شكرا جورج، وشكرا شادي على هذا العطاء من غير مقابل، يلي هو بعتقد هو الغطاء الأساس، العطاء الأساسي بالعالم. شكرا لك. شكرا لك. وشكرا لجميع المشاهدين، نرجع نلتقى إذا الله راد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سكور.